يقولون ظهرت عجوز شمطاء جاهلة تقول إنه لا مانع من أن تتزوج المرأة المسلمة رجلا مشركا، بئس ما قالت وتعست وخابت وانتكست. كان في تصريح برضو تاني ان مفيش نص بيحرم زواج المسلمة من غير المسلم، برضو حضرتك كلمينا ازاي؟ ايوه شوف ايه غير المسلم، المسيحي واليهودي وهم اهل كتاب، اهل كتاب، والقرآن اللي سماهم كده اهل الكتاب، يعني ما هماش عباد اصنام، يعني ما هماش منكرين لله سبحانه وتعالى، لكن لهم ديانة اخرى تختلف عننا. في مثل هذه الحالة إذا هو طبق ما يطبقه المسلم عندما يتزوج بالمسيحية أو اليهودية، بأنه لا يكرهها على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من قرآنها ولا يحرمها من أداء صلاتها. طب والأولاد يا فندم هيكونوا على دين مين؟ الأولاد يتبعوا الأب. طب ما إحنا كده يعني هنخسر الأولاد. طب هنخسرهم. زواج المسلمة بغير المسلم، زواج المسلمة بغير المسلم لا يجوز. قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد قال رب العباد سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنون، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لأن يقولون ظهرت عجوز شمطاء جاهلة تقول إنه لا مانع من أن تتزوج المرأة المسلمة رجلا مشركا، بئس ما قالت وتعست وخابت وانتكست. الله قال ما قد سمعتموه: فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأيضا لم يرد في تاريخ الإسلام أن امرأة مسلمة تزوجت بكافر، فهذه الزائغة الشمطاء عليها أن تتوب إلى الله وتستتاب.